أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله الرئيس الرواندي بول كاغامي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة، فضلا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اجتماع مباشر مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين ديميترو كوليبا وأوليكسي ريزينيكوف خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو، حيث استعرض بايدن جهود الولايات المتحدة الرامية لحشد دعم عالمي لحرب أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدا على أهمية استقرار أوروبا بالنسبة للولايات المتحدة. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، ولكن فقط على أسس متساوية ومتبادلة، مؤكدة أن الجانب الأمريكي يبذل كل ما في وسعه لتعقيد عمل البعثات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة. أعلنت روسيا أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدما حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يوما على بدء العملية العسكرية الروسية. وأكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينيسكي أن روسيا تسعى إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، مضيفا أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء لعام 2021-2022 يصل إلى 153 مشروعاً بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر ب 4.1 مليار جنيه. انطلقت فعاليات مؤتمر مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث استعرض المشاركون بالمؤتمر خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة المصرية وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الصناعي المصري، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر والدول العربية والدول الإفريقية.